مساء الخير ديما، مساء الخير ابراهيم، مساء مساء الخير على الخير. جميع مشاهدينا الكرام. يعني طبعا السليمانية مستمرة بتسجيل اعداد المصابين بفيروس كورونا. خلال 24 ساعة الماضية سجلت السليمانية 64 حالة إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى ذلك سجلت 5 وفيات، 2 داخل مركز المدينة، 3 في إدارتي رابرين وجرميان. بالتزامن مع ذلك أيضا سجلت نحو 47 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. يصبح عدد حالات الشفاء الكلي منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا أيار الماضي وحتى الآن أكثر من 5528 حالة تماثلت إلى الشفاء، يعني تقريبا ثلثين عدد الإصابات الكلي لفيروس كورونا، والذي بالغ 8622 حالة إصابة حتى هذه اللحظة. هذا بالنسبة للموقف الوبائي هنا في محافظة السليمانية. إضافة إلى ذلك كررت وجددت صحة السليمانية دعواتها إلى المواطنين من أجل الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، وخاصة خلال يعني زيارة الأماكن العامة، السوق المركزي، إن كان لديك يعني زيارة المشافي، زيارة العيادات الخاصة طلبتهم وبشدة. إضافة إلى ذلك قالت خلية الأزمة أن أي شخص لا يلتزم بالإجراءات الصحية والوقائية سيتم تغريبه، سواء كان شخص بشكل فردي أو كانت شركة أو حتى مكان أو أي محل من المحال المنتشرة في محافظة السليمانية. هذا بالنسبة للموقف الوبائي. إضافة إلى ذلك يعني قالت الدكتور ياد نقش بندي المتحدث باسم صحة السليمانية أن 135 فقط شخصا مصابا راقد الآن في المشافي الأربعة المنتشرة في محافظة السليمانية لمعالجة كورونا، 118 تحت التنفس يعني الأجهزة التنفس الصناعي، الباقي حالتهم حرجة يحتاجون إلى علاية مركزة ومشددة. إضافة إلى ذلك قال أن خلال 24 ساعة الماضية دخلت المشافي في محافظة السليمانية نحو 35 حالة إصابة دخلت إلى المشفى، وخرج منها نحو 10 حالات. إضافة إلى ذلك سجلت 3 حالات وفيات داخل هذه المشافي. هذا أيضا بالنسبة للموقف الوبائي هنا في محافظة السليمانية. أما الخبر يعني الآخر الذي نقرأه اليوم من محافظة السليمانية هو افتتاح قسم جديد داخل يعني مشفى طاهر علي والي بيك، مشفى سرتشنار المتخصص بمعالجة كورونا. هذا القسم الجديد هو قسم استشاري من أجل إجراء فحوص كورونا، يعني بعد الضغط الكبير الذي يحصل على مشفى علي ناجي في محافظة السليمانية والمتخصصة بإجراء فحوص كورونا. منذ بداية الأزمة كان هناك ضغط كبير، لذلك افتتح يعني وتحت إشراف صحة السليمانية قسما جديدا في مشفى سرتشنار أو مشفى طاهر علي والي بيك من أجل إجراء الفحوص فقط للمسافرين والعائدين إلى إقليم كردستان عبر مطار السليمانية. كان هناك شرط قره مدير مطار السليمانية بوجوب إجراء فحص للمسافرين والعائدين إلى إقليم كردستان عبر المطار، وخاصة أن يكون الفحص عمره 48 ساعة، يعني لا يتجاوز 48 ساعة، لكن ووفقا لوزارة يعني قرار من وزارة الصحة في إقليم كردستان هذا الفحص ليس مجاني، يعني سوف يكون هناك مبلغ مالي يدفع مقابل هذا الفحص يصل إلى يعني 60,000 للراغب بالسفر. أما بالنسبة للمسافرين الذاهبين للعمل أو للمعالجة الطبية فإن يعني الفحص الواحد يكلفهم 30,000 دينار عراقي. هذا بالنسبة أيضا يعني للموقف سرتشنار، مشفى سرتشنار وما آلت إليه خلال 24 ساعة الماضية. يعني أستطيع أن أقول هذا مختصر لما يدور اليوم في محافظة السليمانية. نعم ديما، نعم إبراهيم. نعم. إذا مراسلنا شيار محمد كنت معنا مباشرة من السليمانية، شكرا لانضمامك إلينا في